فيما يخص منتخب مصر، وهيسألك طبعا على أمور فنية كثيرة، بس بما أننا دخلنا وإحنا نتحدث عن موقف الثلاثي في التدريبات وموقف الجهاز الفني منهم باستبعادهم، عايز أعرف رأي حضرتك في هذا الموقف بالكامل. بص أنت عارف كريم، أنت دايما قلت من زمان، من أول ما فيتوريا جه أنا قلت إحنا محتاجين إن إحنا عايزين مدرب عنده خبرات مع المنتخب. فيتوريا هايل فنيا مش مشكله فيه، بس انك انت ما تمرنش منتخب قبل كده، هو دلوقتي ان هو قله خبرات وبيتعلم فينا، تعلم خبرات منتخب فينا. فحتى تلاقي كل معسكر فيه مشكله، مشكله مع الاهلي، مشكله مع الزمالك، مشكله يعني كل معسكر فيه حاجه، مشكله النهارده انه بيضم فتوح وصبحي ما في الزمالك مشكله، فدي كلها خبرات. فانا شايف ان دي يعني كان خطا. حتى ميدو لما طلعت قلت الكلام ده، اول واحد انا قلت الكلام ده، ميدو طلع قال ساكت في ايطاليا مرن بعد مرن روما والكلام ده، مرن منتخب ايطاليا. هو ايطالي عارف نفسيه اللعيبه ايه. ليه؟ انا مدرب بقالي 30 سنه، مرنت منتخبات ما بين المنتخب المصري وكان ليا الشرف ومنتخب امريكا ومنتخب كندا، ومرنت انديه في 18 سنه. لا كابتن زكي، كابتن زكي انا اسف للمقاطعه، بس ممكن توضح لي ايه الخطا اللي عمله روي فيتوريا لما طلب من اللاعبين اللي ما شاركوش في المباراه انه يتدربوا بعد المباراه وهم رفضوا او ما كملوش المران؟ ممكن افهم الخطا فين؟ انا اقول لك، انت بتجمع لعيبه المنتخب قبلها بيومين ثلاثه بالكثير، صح؟ صحيح. قبل ما بعد لما بتختار الاسماء، وانت اخترت الاسماء انت لازم يكون في تواصل بينك كجهاز مع اللعيبه. يعني واحد زي طارق حامد جاي من السعوديه وجاي مثلا بديك مثلا، انا او امام قبل الماتش انا اقعد معاه او اكلمه تليفون، ايه يا امام انا الماتش الاولاني مش هلعبك، الماتش الثاني هتلعب، انا هعتمد عليك. لازم يحترم ده، احترام للعيب وشخصيه، مش امام بس. صلاح قبل ما بيجي بيعرف صلاح، هيقول له مثلا فاكر صلاح الماتش اللي جه لعب ماتش والماتش الثاني ما لعبوش، ايه كان اتفاق مع فيتوري احتراما لصلاح. فانا حاجه بتبقى العمليه نفسيه، عشان كده قلت المدرب المنتخب بيبقى عمليه نفسيه. كابتن زكي معلش لو تسمح لي هناقشك بس يا كابتن زكي، انا لو تسمح لي معلش انا مش بقاطعك المره دي، بس عايز افهم اكتر. بغض النظر ان كل مدرب وله طريقته في التعامل الشخصي مع اللاعبين، سواء بقى كان مدرب منتخب او مدرب انديه، هل اخطا روي فيتوريا انه قال للعيبه تتمرن بعد المباراه عشان تحافظ على امورها البدنيه قبل مباراه سيراليون، عشان هيستخدمهم مثلا في مباراه سيراليون؟ هل مضطر يتكلم معاهم؟ يعني في مدربين يتكلموا وفي مدربين ما بيتكلموش، هل هو مضطر؟ لا بص يا كريم، ما فيش مشكله، اللعيبه ما تتمرنش، دي ده حاجه، لا ده اللعيبه غلطانه مليون مية. ايوه هو ده، اللعيبه ده في المعسكر لازم يلتزم. يعني انا ممكن اديك القصه مثلا مع الحضري، اتفضل. حصلت معايا مثلا بنفسي، الحضري كنا رايحين نلعب تشيلي، فانا قلت له او عارف قبل ما نسافر ان هو مش هيلعب الماتش، وجه يوم الماتش وعارف قبل الماتش ان هو مش هيلعب، وجه الماتش ما لعبش، اعتزل ما بين الشوطين. فالراجل قال له تاني يوم روح خلاص انت اعتزلت خلاص، ومن يوميها ما جابوش تاني، بس كان في اتفاق قبليها وكان عارف انه مش هيلعب، وكان عارف انه هيلعب. فكان نفسي ده اللي مطلوب عليه، انما لعيبه جت المعسكر واخطات ان ما تتمرنش، لا تتمرن ولازم مهما كان. بس انا بقول لك خطا فيتوريا من الاول، احترام اللعيبه عشان المستقبل، لازم اللعيب جاء المنتخب لو انت مش هتلعبه بيبقى عارف. واللعيبه اللي هي اللي مش لعيبه، لما اقولش على صغارين فرحانين في المنتخب، لعيبه اللي له اسم او اللي هو لانك انت عمليه زي ما قلت يا كريم، عمليه نفسيه. صحيح. المنتخب يومين ثلاثه لا هتمرنه بدني ولا هتمرنه فني، ولا هي 90% عمليه نفسيه. اي مدرب منتخب، ما فيش الا بطوله افريقيا للدورات المجمعه اللي بيجي لك قبلها باسبوعين ثلاثه، فممكن تعمل حاجه تكتيك معاه وتعمل بدني معاه. انما اي معسكر ماتش او اثنين بيجي لك قبلها بثلاث ايام فيفا ديت، هتعمل معاه ايه؟ لا تشغله بدني ولا حاجه، انت بتحط له بس ازاي هنلعب صوره وتمرينه قبل الماتش خفيفه وخلاص. فالعمليه 90% نفسيا. انا طيب. بقول لك مرنت الاثنين وعارف بشكل عام بقى. بشكل عام ممكن اتفضل بشكل عام حتى تنسيق مع الانديه. يعني انا ماتش تونس مثلا ما خدش لعيبه الاهلي وحصل كلاش مع الاهلي والكلام ده، انا المفروض انا ان في فديت اللعيبه غصب عنهم لازم يجوا، ماشي، بس في ظروف تانية انا ممكن، لان في ساعات
انت كمنتخب محتاج اللعيبه مش فيفا ديت. لو انت علاقتك كويسه بالنادي هيبعتها لك، ابعتهم لك يومين ثلاثه قبل ما قبل الفيفا ديت لو ما فيش ماتشات دوري. فلازم العلاقه ما بين الانديه، فتيجي خبرات مدرب منتخب، ده اللي انا بتكلم عليه. انما كمدرب فني انا ما اقدرش اقول عليه حاجه، لا مدرب كويس جدا طبعا، مدرب مفيش كويس مشكله. انا بقول لك حاجات اللي هي خبرات، احنا خبرات الاداره. كابتن زكي عندك امال زينا انه المجموعه ان شاء الله تسمح لنا ان شاء الله نبقى موجودين في كاس العالم 2026؟ لا طبعا، ده امال، مش امال يعني، بالمجموعه دي والمستوى العناصر اللي عندنا والكلام ده، مش ده يعني يبقى ده تبقى من اكبر مفاجات العالم كلها ان مصر ما توصلش كاس العالم ده. انا اعتقد ان تصفيات كاس العالم 100% اسهل كتير من بطوله افريقيا. احنا لو خدنا بطوله افريقيا هي ده الانجاز الكبير اللي انا اعتبره في الفرق، والفرق الموجوده والفرق اللي لاعبها في بطوله افريقيا، ده اللي اتاخد، ده الانجاز. انما بالمجموعه اللي احنا فيها ما بنقللش من حد، بنحترم كل حد، فشيء طبيعي جدا ان احنا بنوصل كاس العالم. ما تبقاش انجاز، احنا ان شاء الله الانجاز لما نوصل كاس العالم ونأدي كاس العالم ونوصل دور ال 16 او دور الثمانيه. بإذن الله انما بإذن الله. المجموعه دي ما اعتقدش هيبقى شيء طبيعي ان شاء الله ان احنا نوصل باذن الله. طيب.